استاذ عبد الرازق، اشرح لنا ايه طبيعه الشغل اللي بتعملوه اما بتحولوا العربيه للعمل بالغاز؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اي عربيه عندي بتخش لي المركز عندي بخش اعمل لها فحص فني للموتور بتاعها. تمام. اشوف حالته ايه، مناسبه معايا ولا مش مناسبه. لو بنسبه من 60-70% لو مناسبه معايا بضطر ابدا فنيا اعمل الفحص بتاعها وابعت له التعاقد عندي. يبعت لي التعاقد ابدا اشتغل في العربيه. اول حاجه العربيه دي حقن متزامن. يعني ايه حقن متزامن؟ يعني دي عباره عن ايه، حقن متزامن مزدوج غاز وبنزين. اول حاجه بركب عندي، اول حاجه بركبها عندي بلف شحن للغاز اللي انا بمول منه الايه. يعني العربيه بتتمون بالغاز من المكان ده. من المكان ده اول حاجه عندي بركب ولا بعد كده ركب منظم الغاز بتاعي اللي هو المنظم ده. المنظم ده اللي هو بيوزع لي الغاز للايه، للمحرك بتاعي. تمام. عن طريق ايه؟ عن طريق المسطره ديت. ايوه، دي مسطره غاز عباره عن اربع بساتم، كل بستم من دولت نازل على بستم محرك. هذا الكلام ده بستم موت على اول واحد، ايوه، على ثاني واحد وهكذا لحد ايه، اربعه. ممتاز. واخد بالك؟ بيبدا اوزع الغاز بتاعي على البساتم عن طريق هذه الايه، المسطره. عند المسطره ديت دوت ايه نظام عندي هنا فلتر غاز، هنا فلتر غاز راكب اهوت حضرتك. ايوه، اللي هو بيدخل لي الغاز عشان لو في اي شوائب زيتيه ما تخشش ليه على ايه، على بستم المسطره تعمل لي اعاقه. بالنسبه لايه، للفتح والقفل والغاز. رائع. ده بالنسبه لايه، لمكونات الطقم الغاز هنا. في جوه كنترول وفي مفتاح غاز. العربيه دي بتعتمد على السواق خالص، مش دعوه بيها، صاحب السياره بتقلب لوحديها غاز وبنزين لوحديها. ازاي بقى؟ يعني في عندي مفتاح جوه بمجرد بس دوست البنزين على دوست الاكسلراتير العربيه تقلب معايا من بنزين لغاز. ولو في حاجه نقصت بتتحول للمصدر الثاني. الغاز عندي هنا بقى، في هنا حاجه ملحوظه ثانيه، ده عندي مؤشر للغاز. بيعلم لي جوه قدام السائق جوه اربع لمبات بيان للغاز. ان الاسطوانه عندي مفوله ايه، تانك على الاخر. لما يبدا ينقل معايا الغاز يخس معايا بتطفي معايا لمبه لمبه زي مؤشر بنزين كده بينزل معايا. يبين لي كده في ربع اسطوانه، في نص اسطوانه، في كده خلاص كده ايه، على الاحتياط. انه بينتهي كده على الاحتياط. لو الغاز خلص معايا بتقلب لوحدها اوتوماتيك بنزين وهي ماشيه. طيب انا عايز اسالك، لو العربيه ليها سعه معينه للبنزين وحطينا اسطوانه غاز، هل يعني تكون فكره جيده ان احنا نملى البنزين للاخر والغاز للاخر للسعه القصوى علشان ما تحصلش مشاكل او العربيه تعطل؟ انا بالنسبه لي انا كغاز التانك لو فيه نصه بنزين مش هيأثر معايا في حاجه. كله مش هيأثر معايا في حاجه. اهم حاجه بس العميل ده مثلا مشواره بعيد جامد والغاز اللي معاه مش هيخليه يكمل المشوار، اما اشوف محطه غاز ثانيه الغاز خلص معاه هتقلب لوحديها ايه، بنزين لوحديها. هل البنزين اللي معاه هو بقى هيمشيه المسافه ديت؟ دي بتاعته هو. ايوه، بس اقصد انه احنا في الحاله دي ممكن نملى التانك للاخر بالبنزين العادي وكمان الغاز بيكون الغاز اضافي. ده مع ده الاثنين. هايل. انا عايزه اشوف مؤشر الغاز اللي بيتركب، خلينا نشوف عامل ازاي. ممكن بس كده. طبعا. استاذ عبد الرازق، فين مؤشر الغاز؟ اولا ده مفتاح السويتش بتاع الغاز. مقدار ان افتح الكونتاك، بفتح الكونتاك افتحه في العادي. اوكي، كده العربيه شغاله في وضع الاستعداد للغاز انه يخش معايا. مجرد ادور العربيه الاربع لمبات دول بيثبتوا معايا، ودي اللي بتعرفنا انه عندي غاز كفايه ولا لا، الاسطوانه عندي مليانه غاز على الاخر ولا لا. الغاز عندي لما بفضى بتفضل لمضه لمضه من دولت تطفي معايا لحد ما يجي اخر لمضه خالص معايا. يبقى كده الغاز بتاعي خلص معايا. وكل لمبه بتكون كام لتر؟ كل لمضه بتعمل ربع اسطوانه. تمام. بتعمل ربع اسطوانه، يعني الاسطوانه لو بتشيل عندي 17 متر اللمضه بتشيل ربعهم. هايل. طبعا لو انا عايز امشي بنزين طوالي بدون اي غاز خالص بدوس كده دوسه واحده كده على المفتاح
كده سبت معايا ماشي العربيه معايا السياره معايا على البنزين، وبقدر اتابع الاستهلاك من المؤشر العادي، من مؤشر البنزين بتاع العادي. ايوه هجيب غاز بدوس على السويتش ده كده دوسه تانية كده مع دوسه اكسلاتير كده تدوس العربيه نزلت معاها اللمبات كده العربيه اشتغلت معايا غاز. طيب لو الغاز خلص مش هو بيتحول تلقائيا للبنزين كده؟ الغاز ده لو خلص معايا كده اللمبات دي تطفي معايا خالص تثبت معايا تبقى تمشي بنزين لوحديها طوالي، ده تدخل بشري فيها.